عمر تيفي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وذر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن
كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Amar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support dakwah Amar TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Amar TV. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan kirimkan donasinya melalui rekening di bawah ini. Insyaallah donasi teman-teman sekalian akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dakwah di Amar TV. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشمس والقمر بحسبان